ومن البدائع التي يتفرد بها دائما ابن القيم رحمه الله أنه قال: الذكر أنواع، وليس محصورا فقط في الأذكار المعروفة. أولا، ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا ذكر. وذكر بأسماء الله وبصفاته على سبيل الإنشاء، كقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن الأذكار أن تذكر أمر الله ونهي الله في الملأ بين الناس، كأن تقول: حرم الله كذا وشرع الله كذا، فهذا من الأذكار. ومن الأذكار ذكر الله عند أمره ونهيه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أن يتذكر العبد ربه إذا ما واقع حرمات الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذكر النافع الذي يفيد الإنسان الخشية والرهبة والمراقبة وزيادة الإيمان، هذا هو الذكر. ومن الأذكار أيضا أن يذكر الإنسان ما جاء في الأحايين من أذكار الصباح والمساء، ومن أذكار الدخول والخروج، ومن أذكار النوم، وغيرها من الأذكار. الذكر كغيره من العبادات يشترط له الإخلاص، وألا يرائي الإنسان بأعماله الناس، وكذلك يشترط له المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يشرع أذكاراً وأوراداً لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يزيد على ما شرع، ولا أن يخصصه بوقت أو بعدد أو بصفة أو بجنس، هذا فضلاً عن اختراع أوراد ما أنزل الله بها من سلطان. بل منهم من يزعم أن أوراده المخترعة خير من الأذكار التي جاء بها رسول الله، كما جاء في كتاب الفتح الرباني ما يسمى بصلاة الفاتح. قال: وقد أعطيت، أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. قال: وقد سألته عن فضلها يقظة لا مناما، فقال: إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل من القرآن 6 مرات. قال: ثم أخبرني في المرة الثانية أنها تعدل من القرآن 6000 مرة، وكل تسبيح وقع في الكون. والذكر ده ناس كتار بيتقربوا به لله، ده غير الأذكار التالية. هذه الأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك هذه تضل أصحابها وتكبهم في نار جهنم كبا. ده ذكر يعدل القرآن 6000 مرة. وكذلك تقسيم الأذكار، يقول لك: ذكر العامة أن يقول لا إله إلا الله، وذكر الخاصة أن يقول الله الله، وذكر خاصة الخاصة بالضمير المفرد أن تقول هو هو هو. ده ذكر شنو ده؟ أين جاء هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل هذا من البدع ومن المحدثات التي تضاهي أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مردودة على صاحبها غير مقبولة، وهي وبال عليه. ولذلك عباد الله، على المسلم أن يتحرى في عبادته، أن يخلص لله، وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتصد على السنة، وأن يعتصم بالكتاب وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وقلب مسرور،
وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اغفر لنا ولحينا ولميتنا ولشاهدنا ولغائبنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم واشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما فيه الخير والسداد، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.